المشكلة لنا مع اليهود إلا المعتصبين لأرض فلسطين. مسافرنا رجعنا مشينا لإسرائيل وديما راجعين لهنا، حنا هذه دارنا، دارنا وداركم. قد يستغرب البعض لمشهد مثل هذا على بقعة من أرض المغرب، فاليهود منتشرون في كل مكان، أطفال شباب وكهول، تزين رؤوس أغلبهم تلك القبعات المنقوش عليها نجمة سداسية وبعض الحروف العبرية، إلا أن الأغاني المنبعثة التي تنادي بمغربية الصحراء وحياة الملك محمد السادس تقول مرحبا بك في المغرب. آلاف اليهود المنحدر أغلبهم من المغرب يحوشون إلى بلادنا سنويا لإحياء الهيلولة، وهي حفلات تقام بأدرحة الأولياء والصالحين من حاخامات اليهود المدفونين بالمغرب منذ مئات السنين، حيث تضاء الشموع وتقدم القرابين وتقام الصلوات. وكل يوم الناس تيجيو من كل البلدان، كل شيء باش تيجيو يزوروه، تيجيو باش يجاوكو في السيد، باش دي مريض تيبرا، ديما مجوج تيجوج، ديما تيولد تيولد. ويقدر عدد المعابد اليهودية بحوالي 36 معبدا، إلى جانب عدد هام من الأضرحة والمزارات التي تحظى بعناية خاصة. سيدنا محمد السادس هو اللي عطيه الديريكتيف باش كلشي هادشي ديال المواضع ديال اليهود الصريح وكلشي في لو سود كاينين دي ديزان، في لو نور كاينين دي ديزان، باش هاد الصراح يبقاو باتريمون. بين حياتهم السابقة بالمغرب وهجرتهم لمناطق مختلفة على رأسها إسرائيل، يجد اليهود المغاربة في مواسم الهيلولة فرصة لتجديد العهد بأرض الأجداد. اسمي جاكوب، جيت من إسرائيل، جبت معايا البنت ديالي تا هي صغيرة واخا خلقت في إسرائيل، جات معايا باش تشوف فين الوالدين ديالنا حلقوا وجدودنا فين حلقوا. شوف شحال كان يمشى 30 عام 40 عام 50 عام هو تيرجع باش يشوف فين خلقوا فين كانوا فين تزادوا كل شيء. دابا ولادهم الصغار تيقول لك ماشي الولاد، الحفايد ديالهم تيقول لك أنا خصني نشوف جدي فين كان وجدي فين خلق. تختلف مواسم حج هذه الأضرحة لكن الطقوس تبقى واحدة، إنها الهيلولة أو الهلولة، كلمة عبرية مفادها سبحوا الله، وفيها يجتمع اليهود من مختلف بقاع الأرض، يشعلون الشموع، يصلون، يأكلون ويتقاسمون كؤوس الويسكي والشامبانيا. وفي قلب كل زائر أمنية وحاجة يرجو من الصالح قضاءها له. تنطلبهم الصالح يعطينا الفرصة مجينا نكونوا بالخدمة بالولاد يكون الخير. تنطلب الصالح يبغيني، أنا مريضة عيانة، وتنطلب من الصالح يعطي صحيحة ولادي. أتلخب لي مديم وشي تميد يلي اخشي وشي مشو يكوين اوتي ملمالة تميد شاني دا للخد بدرخ הנכונה، אם זה בהכל, אם זה במציאת בן זוג, אם זה בעבודה, בקריירה, בהכל. يبتدئ موسم الهيلولة بوصول أحفاد الحاخام المدفون بالضريح قصد تهيئ الأجواء لاستقبال الزوار القادمين من دول مختلفة، وينطلق الحفل باستقبال رسمي صبيحة يوم الهيلولة بحضور مسؤولين مغاربة وآخرين عن الطائفة اليهودية بالمغرب، وباقي المشاركين المقدر عددهم أحياناً بالآلاف. تتلى عبارات عبرية داخل الضريح تمجد الله وتطلب منه الرحمة للميتين من ملوك المغرب والنصرة للملك محمد السادس وعائلته، وترجو السلام للشعب والعالم أجمع. شهداء شيبرو بعير صحراء غريان.
بعد الاستقبال الرسمي يشرع اليهود في ذبح الأضاحي والقرابين طلبا للبركة في عملية دقيقة تخضع لشروط صارمة ولا يخول لأحد القيام بها غير الحزان الأكبر. Donc on vérifie que les poumons sont lisses et que l'estomac est parfait, qu'il n'y a pas eu de perforation. C'est ce qui rend l'animal kasher. Ce qu'on fait, c'est un abattage réduit, c'est la shechita. On utilise d'abord un couteau qui est parfaitement lisse, que l'on vérifie avec l'ongle, du bout de l'ongle, en passant en haut et en bas, pour vérifier que l'ongle ne s'attache nulle part. Donc ça, c'est pour vérifier qu'il est lisse, mais aussi qu'il est extrêmement, extrêmement aiguisé. بعد يوم من الذبح وتقديم النذور يحين موعد الجزء الأهم في الهيلولة وهو حفل العشاء الأكبر وفيه يحتفل الجميع ببركات الولي بحسب معتقداتهم من يحضر هذا الحفل يخيل له أنه في عرس مغربي أغاني وزغاريد رقص وأكل لكن أهم جزء هو عملية الدلالة لشراء بعض الأمتعة ذات الطابع الروحي أكثر الأشياء قيمة سواء معنويا أو ماديا هي مفتاح الضريح وقنينة الويسكي التي تسكب على قبر الحاخام والتي يصل ثمنها في بعض الأحيان إلى أكثر من 100 مليون سنتيم وهي أموال ترصد لتوسيع الضريح وتطوير طاقته الاستيعابية. يختم حفل العشاء الأكبر بالتجمع حول قبر الصالح وسكب الويسكي فوقه ثم إضاءة بضع شماعات وأثناء ذلك ترتفع الأصوات بالصلاة والدعاء. انتهت طقوس الهيلولة وعاد كل إلى منزله إلا أن بعضهم غادر وفي داخله رغبة قوية للاستقرار في المغرب خصوصا أنهم يرون فيه بلد التسامح والأمن والسلام. مسافرنا رجعنا مشينا لإسرائيل وديما رجعين لهنا في حال إلا إحنا عندنا دار جوج ديور واحدة هناك واحدة هناك كيف كيف بجلالة بشتوت شايش كان و הפשטות והעממיות והשורשים שלי אבל זה שוב זה בגדר רעיון זה לא משהו אולי אני אבוא לכאן מתוך הקריירה שלי un petit groupe de juifs marocains reviennent dans le cadre un petit peu d'activité pour pouvoir s'installer le problème de la communauté juive marocaine ça a été un petit peu les enfants qui ont été étudiés à l'extérieur qui se sont installés et qui ont fait que les parents ont été obligés de suivre pour pouvoir s'installer avec leurs enfants. رغبات هؤلاء وزيارتهم المتكررة للمغرب لم تسلم من الانتقادات فقدوم يهود مغاربة من إسرائيل للمشاركة في الهيلولة يثير جملة من الانتقادات خصوصا بوجود إسرائيليين ذوي أصول مغربية متهمين بالطلوع في جرائم حرب ضد الفلسطينيين وعلى رأسهم الجنرال سامي تورجمان ابن مراكش المشرف على الحرب الأخيرة بقطاع غزة قائد الحرب الأخيرة في محرقة غزة هو مغربي من أصل مراكشي هو سامي تورجمان لا مشكلة لنا مع اليهود المغاربة وغير المغاربة المقيمين في أي منطقة من العالم إلا المغتصبين لأرض ووطني شعب فلسطين مكانهم الحقيقي هو المحاكم لتقول العدل كلمتها فيهم ويذهبون جراء ما اقترفوا من تقتيل في حق الشعب الفلسطيني إلى السجن نعيد معكم نفرحوا معكم ما عندنا مشكل هذاك اللي بغى الحرب غير يمشي للحرب حنا خلينا غير اخوان مهما كانت الانتقادات الموجهة لمغاربة إسرائيل فإن الواقع لا يرتفع إذ يبقى هؤلاء ذو أصول مغربية ولا يسقط عنهم القانون الجنسية مسافرنا رجعنا مشينا لإسرائيل وديما رجعين لهنا في حال إلا إحنا عندنا دار جوج ديور واحدة هناك واحدة هنا كيف كيف ديما تنجيو ديما تنشوفوا تنحبوا الناس كل شيء بخير وكان ما كانش خير ما نوصل كل شيء بخير حال دارنا هذه دارنا ودركم